السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ريبحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. الموقع يا شباب اللي معانا دوت احنا كنا شرحناه امبارح، موقع ممتاز جدا بيدينا 200% في خطتين، خطة بتديني 200% وخطة التانية بتدينا 220%. الخطة الأولانية بتبدأ من 10 روبل لحد 1000 روبل، والخطة الأولى بتبدأ من 10 لحد 1000، والخطة التانية بتبدأ من 1000 لحد 5000. يا شباب هننزل تحت كده يقول لك الحد الادنى للايداع 10 روبل، الربح 200% لمده 70 ساعه، الارباح بتضاف لك كل 10 دقائق، الحد الادنى للسحب هو 5 روبل، مفيش عموله على السحب. تمام يا شباب، الموقع ده احنا عملنا له اثبات سحب وهنعمل له اثبات سحب تاني دلوقتي. طبعا طريقه تسجيله احنا كنا شرحناها قبل كده، هنخش على الموقع يا شباب مباشره. زي ما انتم شايفين كده عندي في حسابي انا كنت اودعت 50 روبل، عندي 160 روبل، ده عدد الاحالات مكتسبات الاحالات. طبعا اول ما تخش على الموقع اول حاجه بتخش عليها يا شباب بتخش على الاعدادات، بتحط عنوان المحفظه بتاعتك وبتعمل حفظ. بعد كده يا شباب بتيجي من هنا للايداع، بتيجي من هنا اهو الايداع هنا يا شباب، بتحط هنا ال بتختار الخطة من هنا، في الخطة الأولى اللي هي ب10 روبل، والخطة التانية بتبدأ من 1000 روبل. بعد كده بتختار المبلغ وبتعمل إيداع يا شباب من هنا. بعد كده السحب يا شباب من هنا أهو، هنعمل إثبات سحب ب100. هنخش كده على الموقع ونشوف عندنا كام، 160 روبل يا شباب. هنيجي كده على السحب ونحط المبلغ هنا، وهنيجي على البير، اخر حاجة عندنا كانت 2 روبل و21 سنت، وهنعمل طلب سحب. زي ما انتم شايفين يا شباب السحب تم، مفيش اي مشاكل في الموقع. تمام اهو يا شباب زي ما انتم شايفين كده سحوباتي 217 روبل. الموقع لسه جديد يا شباب، ان شاء الله اللي حابب يبدا يشتغل على وديعة واحدة بس او وديعتين في الاول ويشوف الموقع معايا يعمل ايه. اخش على البير يا شباب ونعمل ريفريش، اهو يا شباب المبلغ وصل 158 روبل بعد عمولة البير 49 سنت. وبكده يا شباب الموقع صادق. طبعا من هنا رابط الاحالة بتاعنا، من هنا الارباح اللي بتضاف لنا والسحوبات وكل حاجة بنعملها في الموقع هنا، ومن هنا رابط الاحالة بتاعنا اهو يا شباب رابط الاحالة اهو. وبعد كده هنا الوديعة بتاعتنا اهي لسه نشطة. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله.